عندي أول حاجة هنا traditions. traditions يعني تقاليد. girl is 15. girl is 15 يعني when girls turn 15 years, لما البنت يبقى عندها حوالي 15 سنة. the waltz, waltz ده نوع من أنواع الرقصات يعني أو رقصة. noodles, noodles ديت نوع من أنواع الكوكيز أو الفطائر. crown years ديت كراون ييرز دي احتفال بالسنين في اعياد معينه زي مثلا ال5 وال10 وال15 20 وال50 وال21 بسميها كراون ييرز. عندي بقى كده مارك. مارك يعني علامه لو هي نون, لو جت فيرب معناها يعلم او ميك ديفرنت يعمل فرق. اوكيجن معناها مناسبه. شراين ده مكان مقدس للعباده زي مثلا الكنيسه. عندي بعد كده كلمة مش واضحة. اوكي ذا بيناتا. بيناتا دي عبارة عن a big hollow animal usually made out of papier mache, ده نوع من انواع الايه الحيوانات. عندي بعد كده blindfold يعني يطبق حاجة وهو مغمض عينين مغمض عينيه. goddess دي يعني حاجة كويسة. سامعني؟ objects which are desirable or give pleasures, أشياء جيدة أو تعطي نوع من أنواع السعادة. عندي بعد كده كلمة تيت دي اسمها New Year's Day in Vietnam, ديت ليها رأس السنة رأس السنة رأس السنة في بلد اسمها فيتنام. عندي بعد كده كلمة ليكسي معناها lucky money أو مال محظوظ يعني مال بيجيب الحظ اسمها ليكسي. عندي بعد كده prepositions and phrases, لما أقول I got bored يعني أنا زهقت أو مليت. put an advert, قلنا advert ده اختصار كلمة advertisement أو advertisement, فلما أقول I put an advert on the newspaper أو on the web أنا حطيت إعلان على النت أو على الويب. بيقول لي a group of scientists carry out, كلمة carry out معناها ينفذ تمام. carry out some projects يعني ينفذ بعض الإيه المشاريع. عندي بعد كده do an act of kindness, يقوم بعمل عمل إيه خيري أو عمل جيد. up يمشي. عندي got on, قلنا كلمة got on بتيجي مع ال vehicles زي مثلا الباص train flight أو بلين, وبتيجي كمان مع ال bicycle. عندي step on your feet يعني داس على رجل حد بالغلط. pay respect احترم. received a gift يعني يتلقى جايزة أو يتلقى هدية. give out اما اقول لك give out chocolates او give out the papers يعني وزع الهدايا او وزع الشوكليت الشوكولاته. congratulates me on يعني يبارك لحد على حاجه. خلي بالي ان الفيرب ده بياخد حرف الجر on. congratulates somebody on something, وزي ما احنا عارفين ان كلمه اي حرف جر زي on in at under يجي بعدها فيرب ing او noun. اوكي تمام كده تمام تمام ده كده بقيه الكلمات بتاعت يونت 7. بالنسبه للرايت الجزء بتاع الرايت خلصناه كله. ها خلصنا الرايت كله يا محمد ابو محمود. ري رايت كنا حالين نمبر انا اصلا كنت حله قبل كده يعني. تمام كنا حالين نمبر 10. احنا كنا حالين لغايه اخر ها 12 12 تقريبا كنا خدنا حد هوم ورك لحد فين؟ لغايه الاخر. طيب نراجع مع بعض بسرعه. عندي نمبر كام؟ نمبر 11. ابدا يا محمود. It's possible, it's possible that she went to Alexandria with her aunt. She might go to Alexandria with her aunt. طيب بيقول هنا It's possible that she went to Alexandria with her aunt. بس ده مش كان واجب علينا؟ ده كان هوم ورك بس هراجع معاكم. تمام انا مكتب 25 كله ماشي يا حبيبي. احنا كنا حلينا الجزء على فكره يا محمود مع بعض صح. يبقى اقول she might might go to Alexandria with her aunt. she might go to Alexandria with her aunt. طيب نمبر 12 محمد. I am nearly certain that she did all the housework. تمام ممكن نقول she the housework must be done. must be done. ايه ليه حاولتها بس ما هو هو عشان must. طب ايه المشكلة؟ ما ممكن اشتغل must be done.
must be done. طيب بصي يا محمد، بصي يا محمد، هنا الجملة أصلا في الباست، تمام؟ يعني الجملة أصلا موجودة في الباست، يبقى أنا بعمل deduction. deduction يعني إيه؟ يعني استنتاج. احنا قلنا الكلاس اللي فات لما بعمل استنتاج في الباست بجيب must، وبعد كده إيه؟ ها؟ بجيب must وبعد كده إيه؟ بعدها بي؟ لا، بعدها البي في الباست، بعدها مش في البريزنت يا محمد. أنا بقول في الباست بقول must وبعدها إيه؟ محمود، بحط بعد must يا محمود. must be done صح؟ لا، must be ده في البريزنت. الانفينيتيف؟ لا، اهو انفينيتيف هحط ايه بالظبط؟ لما قلنا بعمل ايه يا محمد، بعمل deduction في الباست، لما بعمل deduction في البريزنت بقول must be ده، must be مثلا must be busy، must be ill، must be at home، يبقى ده اسمه deduction في present. طيب في الباست بقى هقول ايه؟ هقول must have والبيبي، must have plus البيبي، تمام؟ ده في الباست. يبقى هقول she must have done all the housework. يبقى الجملة كده ايه؟ she must have done، هي اكيد عملت. she must have done all the housework. طيب لو انت عايز تبدا بذا هاوس ورك زي ما انت بتقول، تمام، هقولها ازاي؟ بيقول امس السؤال بيقول ايه؟ هو بيقول لك، هو بيقول لك في الكويستشن انا عايز استخدم كلمه ماست. كلير؟ تمام. طيب يبقى هو عندي هنا سبجكت فين يا محمد؟ شي. تمام، جميل جدا. سبجكت شي، تمام. يبقى انا هقول شي، تمام، ها، must، she must have done the housework، all the housework، تمام تمام ماشي يا حبيبي. يبقى انا عندي، انا بحول الجمله للباسيف لو هو يطلب مني، لو هو قال لي ابدأي begin with the housework، يبقى انا هحولها باسيف زي ما انت قلت. انما انا هنا بعمل deduction. deduction يا حبيبي انا بستنتج، بيقول لي I'm nearly certain، انا تقريبا متأكد، تمام؟ تمام. طيب number 13 محمود. Miss she can't have finished all the work. I don't think she finished all the work. تمام، هي نفس الكلام. Miss she can't have finished. برافو عليك، thank you so much. ما شاء الله عليك يا محمود. يبقى she can't have finished. هنا انا شايف او معتقد ان هي ما خلصتش. انا معتقد ان هي، هو بيقول لك هنا، لا هو بيقول لك هنا يا محمد، يا محمود، ان هي خلصت. لا ثانية واحدة، معلش، هو بيقول لي I don't think، أنا مش معتقد أو أنا مش شايف إن هي إيه؟ إن هي خلاص الورد. بس she can't. اللي أنت قلته صح، اللي أنت قلته صح يا محمود. يبقى she can't have done all the work. Thank you so much يا محمود، تمام أنت صح. ممكن مثلا نقول she can't have finished all the work. أه finished، بس finished زي ما هو ما غيروش، مفيش مشكلة برضه. يبقى أقول she can't have finished. يبقى number 13. She can't have finished. She can't have finished all the work. يبقى الجملتين دول عكس بعض. لما اكون متاكده هقول must have، ولو انا مش يعني متاكده ان هي ما عملتش يبقى اقول ايه؟ can't have will be all the work. اللي بعدها محمد. It's necessary to clean your room. You must clean your room. تمام، it's necessary to clean your room. You must clean your room. It's very easy. تمام، يبقى شيء it's necessary واقول you must. طيب number 15 محمود. It's a good idea. You should help your sister with her work. تمام، thank you so much. برافو. You should help your sister. أو ممكن مكان should أحط إيه؟ ought to. Should أو ought to help. الاثنين صح. تمام. ماشي؟ بعدها محمد. Making noise. Making noise isn't allowed. تمام، يبقى اقول ايه؟ طب هو هنا جايبها لي في البريزنت، هتبقى you aren't allowed to make noise. ماشي، دي حاجه ممكن اعملها كده صح. هقول الجمله انت قلتها الاول، you aren't allowed to make noise. ماشي، ده حل. في حل تاني. You mustn't. ايوه هي دي. You aren't allowed to make noise. او
you mustn't. You mustn't على طول make must. وأكمل الاثنين صح. يبقى لما يكون عندي أكثر من حال أكتبهم، ما استقصرش في نفسي حاجة. جايز جايز مثلا عشان يكون لو طلع. نعم يا حبيبي. عشان لو طلعت واحدة غلط أيوه، عشان طلعت واحدة غلط، أو عشان مثلا هو يكون قصده الكويشن مثلا اللي بيسأل السؤال قصده حاجة معينة. يبقى إما أقول you aren't allowed to make وأكمل الجملة، أو أقول you mustn't make noise على طول. محمود نمبر 17. تمام، يبقى he should see a doctor. برافو. It's advisable، يبقى أنا عشان advisable أقول he should see the doctor. نمبر 18 يا محمد. I don't think that she didn't know you were ill. خلي بالي بقى. خلي بالي. أنا متهيألي، قول لي بقى هنا I don't think. تمام؟ أنا متهيأليش that she didn't know، إن هي ما عرفتش you were ill. مس؟ نعم. ممكن نستخدمها زي must فوق. أيوه must فوق. قول she she can't have known. تمام. known that you were ill. that تمام. she were ill. you تمام. you. يبقى هنا خلي بالي بقى، خلي بالي هنا الجملة بيقول لي I don't think، أنا مش معتقد. تمام، أنا مش مؤمن، أو أنا مش شايف، أو أنا متهيأليش. she didn't know، إن هي ما تعرفش you were ill. خلي بالي، نفي نفي إثبات. نفي نفي إثبات، يعني ده منفي، الجملة دي منفية ودي منفية. فاهم الجملة يا محمد؟ يبقى الأصح أقول أيوه يا مس. تبقى she can't have known that you were ill. طب فكر فيها كده كمان دقيقة. خد لك دقيقة بس فكر فيها. She haven't. محمد هي must يا can't؟ هختار هنا must ولا can't؟ must must. ايوه هقول she must have known you were ill. هي اكيد كانت عارفه ان انت تعبان. ماشي يا محمد؟ تمام. وصلت؟ يبقى ان هي ايه، انا كده هي انا ما تهيأليش ان هي ما تعرفش، يبقى هي اكيد كانت عارفه. واضح كده؟ هنا نيجاتيف وهنا نيجاتيف، يبقى انا هستخدم must. يبقى she must have known you were ill. هي اكيد عرفت او كانت عارفه ان انت تعبان. كلير؟ ماشي يا محمود؟ كلير. ماشي يا حبيبي، مفهومه؟ ماشي. طيب نمبر 19. Yeah, he could build his room yesterday. اوكي. طيب. ثانية واحدة كده. It was possible for him to paint his room yesterday. يبقى he could paint his room yesterday. اوكي. Okay, thank you so much. محمد نمبر 20. I am not certain that she read the article. تمام. Very easy. هنقول she may read the article. بس كده. يبقى نشيل I'm not certain وقول على طول she may read the article. Number 21. He must take the medicine. Again. The miss, he must take the medicine. Again. اقرا مس ولا اقول الاجابه؟ اقرا السؤال وبعد كده اقول الاجابه، لان الاجابه مش مظبوطه. تمام تمام يا حبيبي. It was necessary for him to take the medicine. تمام يا حبيبي، تمام. Thank you so much. It was necessary. هو ما قالكش it's necessary، هو بيقول لي it was necessary in the bust. يبقى هقول ايه؟ Must took. الباست من must، الماضي من must اسمها ايه؟ Might. No. بص يا محمود، must had ايوه had ايه؟ to had to هي دي. يبقى هقول he had to take the medicine. احنا قلنا ان must فيرب جامد، فيرب ملوش تصريفات، ما ينفعش احطه في الباست. تمام؟ يبقى بعمل ايه؟ بجيب يا اما have to يا اما has to. تمام؟ ده في البريزنت. وفي الباست قلت بجيب had to، وفي الفيوتشر will have to. طيب هو هنا بيقول لي it was necessary، يبقى اقول he had to take the medicine. علم عليها محمود وارجع لها تاني. اوكي؟ ماشي يا حبيبي. نمبر 22 يا محمد. He barked in a no barking area that wasn't good. هو عايز should. اها. تبقى you shouldn't bark in a no barking area. تمام. You shouldn't bark in a no barking area. تمام. Thank you. Next, number 23. He bought three shirts, but that wasn't necessary.
جميل. was necessary needed. Needn't. خلي بالي هو بيقول لك هو اشترى 3 shirts but that wasn't necessary. الكلام ده يعني هو ما كانش مهم ان هو يشتري، يعني هو اشترى حاجه مش عايزها. يبقى اقول ايه؟ he needn't buy 3 shirts. طيب خلي بالي، خلي بالي هنا الجمله برضه هنا في البريزنت ولا في الباست؟ was باست. يبقى اقول he needn't have bought. لازم اجيبها في الاول. he needn't have bought 3 shirts. تمام؟ Number 24. I am nearly certain that he is rich. تمام. Easy. He must be rich. بس كده. He must be rich. تمام. آخر واحدة محمود. He didn't read the book. That was wrong. تمام. He ought to read the book. He ought to read the book. He didn't read the book. هقول he ought to read the book أو he should read the book. بس خلي بالي هنا إن بعد ought أحط كلمة to. والتو. انما كلمه شود ما بحطش معاه تو. ثانك يو سو ماتش. هنبدا ديكتيشن وبعد كده هاخد الكويز.